الخيبة التي أصابت المنتخب الإنجليزي بعد خسارته أمام منتخب إيطاليا في نهائي بطولة كأس أمم أوروبا صاحبتها أعمال عنف وإساءات عنصرية بحق لاعبين فشلوا في تسديد ركلات الترجيح، وهو ما استدعى ردود فعل مستنكرة وتحديدا من رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الذي قال إن هؤلاء المسؤولين عن هذه الإساءة الفظيعة يجب أن يخجلوا من أنفسهم. فما هي أسباب هذه العنصرية ومن يضبطها؟ متابعة لهذا الموضوع معنا من لندن الصحفي والإعلامي الدكتور فؤاد عبد الرازق. دكتور فؤاد، أهلا وسهلا بك على سكاي نيوز عربية في غرفة الأخبار. ما حجم الضرر الذي أصاب بريطانيا بعد حملة الإساءات العنصرية، بعد التنمر وأعمال العنف هذه التي أعقبت نهائي يورو 2020؟ مرحبا بك أستاذ سامي. في الواقع ضرر كان كبيرا بالنسبة لبريطانيا، لأن الصورة لبريطانيا تشوهت بعد تنظيم الرائح في الواقع ليورو 2020، لأن هذا التنظيم كان ممتازا من جميع النواحي حتى المباراة الأخيرة، وشهدنا الاحتفالات في البداية. الأمر تغير وانقلب رأسا على عقب واتجه إلى اعتداء على المشجعين الإيطاليين في صورة همجية في الواقع، كما أن التعليقات العنصرية التي طالت اللاعبين الثلاثة من ذوي البشرة السوداء لأنهم أخفقوا في تسجيل ضربات الجزاء، وقد تصادف أن الثلاثة هم من السود. فهذه أيضا رغم الإدانات التي أشرت حضرتك إليها من جانب ليس فقط رئيس الوزراء بل الأمير ويليام والاتحاد الأوروبي لكرة القدم، الجميع ندد بهذه، الكبار المسؤولين نددوا بهذه الأعمال وأعمال الهمجية وهذا. طيب دكتور يعني عبد فؤاد، دكتور فؤاد اسمح لي على المقاطعة، يعني هل هذه مجموعات صغيرة تشوه صورة المجتمع البريطاني أم نتحدث عن ظاهرة أعمق من ذلك بكثير؟ هي بالفعل ظاهرة أعمق من ذلك بكثير، لأنها تكررت وللأسف أنها صعب حل هذه المشكلة، نظرا أنه تم التصدي لها من قبل في صور كثيرة عندما كان يعني يلقى بالموز على اللعيب السود، إشارات عنصرية أيضا إلى جانب اللاعبين. راشفورد الذي أخفق أيضا كان من صاحب حملة ضد هذه الأمور، الرجل اللاعب أيضا سانشو هو أمريكا من أصول أفريقية طاله الانتقاد الشديد، ومن هنا كان هو من دعاة حملة ثني الركبة يعني لمواجهة العنصرية. أيضا العنصرية ظهرت حتى عندما كان عملية ثني الركبة حدث لحظات استهجان، يعني صيحات استهجان من الجمهور، وكان أيضا هذا مستهجنا، وإذا لذا أيضا المعارضة لامت رئيس الوزراء على أنه لم ينادي بصيحات الاستهجان هذه في الملعب، وقالوا أنه أخفق في أخذ اختبار ثاني الركبة في إشارة لهذا الموضوع على وجه الخصوص. المشكلة أن الإنجليز في ناحية التعصب الكروي وتعصب في مجالات أخرى أيضا سمعتهم تسبقهم، يعني هذا نوع من العنصرية موجود في معظم الدول ومعظم الملاعب، ولكن ترى منذ الثمانيات هي تشتهر بهذا النوع من التعصب الكروي والهمجية الكروية. كما أشرت ربما تكون مجموعات صغيرة ولكنها مؤثرة، وأيضا وسائل الإعلام، دعني أشرح هذه النقطة، أيضا يعني لقيت انتقادات كبيرة لأنها سمحت لها هذه التعليقات أن تتسرب إلى وسائل التواصل الاجتماعي، بل صدر تهديد من وزيرة الداخلية البريطانية بأن هذه الشركات والمؤسسات التواصل الاجتماعي ستلقى جزاء كبيرة، عقوبات مالية على ذكر العقوبات. دكتور فؤاد اسمح لي على المقاطعة، ما الذي يتوجب على الحكومة البريطانية أن تفعله أبعد من الاستنكار والتنديد؟ هل باتت بريطانيا أمام ضرورة اتخاذ إجراءات قانونية رادعة؟
ليس ما سوى ذلك، لأن هذه ظاهرة صعبة جدا التعامل معها، ويعني أخفقت في عدة مرات في التصدي بشكل حاسم لهذه الأمور. ومن هنا جاء ككلام وزيرة الداخلية بالتشديد، تشديد وتغليظ العقوبة على هؤلاء الناس ومتابعتهم وحرمانهم من دخول الملاعب. فهذه أيضا ظاهرة حتى أنشأوا أيضا نوع من الترقب أو آلية لمراقبة مثل هذه التعليقات. وأيضا يعني ربما وسائل التواصل الاجتماعي يعني نعم أعربت عن استعدادها لرأب هذه وأد هذه الظاهرة، لكن هذه ظاهرة في الواقع تتعدى حدود شكرا إنجلترا وتذهب إلى واضح. الدول الأوروبية الأخرى. دكتور فؤاد عبد الرازق الصحفي والإعلامي كنت معنا من لندن، شكرا جزيلا لك.